Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله تغريد تغريد هاي كمان مكتوب خلص تجيب الرسالة اشوفها الحمد لله وانا بدور على البنات شو هذا على البنات كاهرة اه في لك مكتوب تعال انا لا حبيبي كاهرة انا مليش لا لطيفة في غيرها كمان لطيفة في ادهم ابنك اه هاي لاماني هاي لمين لفاطمة هاي ايا هاي رجاء مين هاي هاي كاهرة هاي كاهرة هاي كاهرة ساعتي ليش بعرف ايش انا الأسيرة كاهرة السعدي من مخيم جنين ام لاربع اطفال اعتقلت في 7/5/2002 تهم المنسوبة الى توصيل استشهادي ومساعدة مجاهدين هاي ولادي هاي دنيا أصغر بنت عندي لما أنا اعتقلت كان عمرها 3 سنين هلأ الحمد لله رب العالمين كبرت وصارت صبية عمرها 7 سنين عندي ساندي لما اعتقلت كان عمرها 9 سنين هلأ عمرها 13 سنة ونص عندي محمد ابني ورأفت طبعا مش بس أنا الوحيدة الأم اللي بعيدة عن أولادها ممكن أنا من الأمهات الفلسطينيات اللي في السجن في كتير أميات فلسطينيات قتلوا واستشهدوا يعني في أطفال كتير في فلسطين أمهم ماتت قتلوها إسرائيل يعني ضخوها خيرا ما الذي مش نخش فيهم الزيشات بكيلة هم مش زعلانين مني لأنهم عارفين أنا شو عملت بالعكس دايما بيقولوا لي في الزيارة لما يزوروني إنه أنت بطلة أنت قوية ماما إن شاء الله ربنا يعني انك ترجعي لنا وتكوني معنا عن قريب ويبعد اليهود عنا يعني بنتي الصغيره بس دائما كلمتها لإلي ان شاء الله الله بياخذ اليهود وبترجعي لنا عنا يا ماما